لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون والكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. وقبل ساعات الفجر تحلو لحظات الاستغفار، فيخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مستغفرا ذاهبا إلى صلاة الفجر، فيطعن وهو ذاهب لأداء الفريضة، فيقول لهم عن حال قاتله: أبقوه، فإن أنا بقيت قتلت أو عفوت، وإن أنا مت فألحقوه بي وعجلوا، فإني مخاصمه عند ربي. ولم يقل بعدها كلمات إلا أن قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى فارق الحياة. مات علي بن أبي طالب المقاتل العنيد والفارس الشديد، لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. أتدرون من هؤلاء؟ هؤلاء خير القرون، هؤلاء من تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من نعيش نحن الآن بفضل ما حفظوه هم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما دنت منه لحظة الاحتضار جعل يقول: آه من قلة الزاد وطول السفر. أبو هريرة راوي الحديث وناقل السنة وناقل العلم الشرعي للأمة ومرافق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: آه من طول الطريق وقلة السفر. ثم يموت أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ساعة احتضاره بليل، فقال لابنه: أصبحنا؟ قال: ليس بعد. ثم سأله الثانية: أصبحنا؟ قال: ليس بعد. ثم سأله الثالثة: أصبحنا؟ قال: نعم. قال: أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. قال: أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. ثم يناجي ربه ويقول: اللهم إنك تعلم أنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكنني كنت أحب الدنيا لقيام الليل وصيام الهواجر ومجالسة العلماء. انظر على ماذا يبكون، انظر على ماذا يتحسرون، هؤلاء هم خير القرون، انظر ماذا يقولون وماذا يقول المقصرون والمفرطون أمثالنا، ماذا يقول المضيعون والمتأخرون، ماذا نقول نحن إن كان هذا هو حال هؤلاء؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. ابكوا على أنفسكم قبل أن يبكى عليكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، احملوا أنفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الأعناق. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزُقنا توبةً نصوحةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ورحمةً بعد الموت. اللهم احفظ شيوخنا، واستر نساءنا، واهدِ شبابنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ورد غائبنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وتقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان،
اللهم تقبل منا رمضان، واجمعنا بنبيك محمد في الجنة، واجعل آخر كلامنا في الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم غفل الناس عن ذكر الموت، الموت هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، ما منه ملاذ ومهرب. سمى الله تبارك وتعالى الموت بالمصيبة، فقال سبحانه: إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ولكن المصيبة الأعظم أحبتي هي عدم ذكر الموت، عدم ذكر الموت، لأنه من كان للموت ذاكراً كان للموت مستعداً. لذلك قال أهل التفسير في تفاسيرهم عن قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق لكم الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، أي أكثركم للموت ذكرا. فمن كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا، وكان للسؤال مستعدا. أسألكم بالله العظيم، من منا يذكر الموت في أحيانه وأوقاته؟ هل تذكرت أخي في الله عندما خرجت من بيتك في الصباح أنك قد لا تعود مرة أخرى؟ هل تفكرت أن هذا اليوم قد يكون آخر يوم لك في هذه الحياة؟ ممن نعرفهم اتصل بأهله وقال لهم: استأذنت من العمل باكراً وسوف أحضر إلى المنزل، فما هي طلباتكم؟ قالوا: نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا. فقال لهم: ساعة واحدة وأكون عندكم. ومرت ساعة وساعتين، ومرت ثلاث ساعات، ولم يظهر له أثر، ولم يظهر له أثر. ثم اتصل بهم متصل قبل المغرب بقليل وقال لهم: عظم الله أجركم في فلان والملتقى الجنة. في الساعة التي خرج فيها من العمل ارتطمت سيارته بسيارة أخرى، وانتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى. فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كان هناك أحد الصالحين يخرج في هذيع الليل الأخير ويرتقي أعلى مكان في قريته، ثم ينادي بأعلى صوت: الرحيل الرحيل الرحيل. كل ليلة يذكر الناس بهذه الكلمات القليلة: الرحيل الرحيل، حتى في يوم انقطع ذلك الصوت. فجاء أمير القرية وسأل الناس: أين فلان؟ لم أعد أسمعه. فقالوا: مات. قال: لا زال يذكر الناس بالموت حتى ماتهم. نعم، هكذا حال من يذكر الموت، يكون دائما مستعدا له على أي حال يأتيه الموت، لا زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأتاه متشمراً متيقظاً لم تلهه الآمال. نعم أحبتي، الموت مصيبة، ولكن المصيبة الأعظم هي نسيان الموت. والناس حال الموت، الناس وقت الموت على فراش الموت على حالين: إما محب له وإما كاره له. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا عائشة، بل هو العبد الصالح، إذا دنت منه لحظات الاحتضار جاءته ملائكة الرحمة فبشروه بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. أما العبد الفاجر فتأتيه ملائكة العذاب ويبشروه بسخط من الله وغضب، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. لا بد وأن يأتي يوم تكون فيه طريح الفراش، لا بد
وأن يأتي يوم تكون فيه في لحظات الاحتضار ممدد على ذلك الفراش تريد أن تودع الصغير والكبير ولا تستطيع، تريد أن تقول كذا وكذا ولا تستطيع.